من القنصلية بدبي، وبالتالي منكون اليوم خلصنا هيدا النهار الطويل بالإمارات العربية المتحدة اللي بلشنا من الساعة 7 صباحا يعني بتوقيت لبنان الساعة 6. عسكري يتصدر الترند بسبب ما فعله باللبنانيين يوم انتخابات المغتربين في دبي، وراغب عليمي يتدخل. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بمقطع فيديو ظهر فيه عسكري إماراتي وهو يقوم بمحاولة التخفيف من حرارة الطقس عن المغتربين اللبنانيين الذين توجهوا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية في دبي. وظهر العسكري في الفيديو وهو يقوم باستقبال المغتربين اللبنانيين على باب مركز الاقتراع بالتهوئة لهم نظراً لإضطرارهم الوقوف تحت أشعة الشمس لساعات طويلة من أجل الإدلاء بأصواتهم. للحب لألكم. وتفاعل الفنان اللبناني راغب عليمي مع لفتة العسكري هذه، وكتب عبر صفحته الخاصة على تويتر بكل عفوية وضحكة كلها محبة، عسكري إماراتي يخفف عن المنتخبين اللبنانيين حرارة المكان. يخجل الإنسان من كرم الأخلاق والمحبة والتواضع الموجود عند هذا الشعب العظيم المحترم، هذه أخلاقهم أباً عن جد. صار الوقت يا ناس نصرخ على العادي. هذا وكان انتقد الفنان اللبناني راغب عليمي عبر صفحته الخاصة على تويتر المنظومة السياسية اللبنانية، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية. وصرح راغب في منشوره أنه اختار أنه لن يصوت لأي من التابعين للمنظومة السياسية، وكتب في تغريدته: صوتي في الانتخابات سأعطيه لرب العالمين، عسى أن يحقق كلامي وهو كلام كل مواطن لبناني غير تابع للمنظومة التي دمرت لبنان وأبادت أحلام اللبنانيين. الله لا يوفقهم ولا يسامحهم، يا من قتلتم أحلام الأطفال وسرقتم الأموال وأحلام الناس وأوصلتم لبناننا الجميل لأسوأ أحواله، الله ينتقم منكم. حبيبتنا بيروت شو صاير بالدنيا. ومن ناحية أخرى، كانت ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بمقطع فيديو مؤثر جمع الفنان اللبناني راغب عليمي بابنه خالد. وفي التفاصيل ومن أجواء حفل عيد الفطر الذي أحياه راغب في إمارة دبي، كان لافتاً تدخل ابنه خالد الذي كان من بين الحضور من أجل مساعدة والده في مسح عرقه. والتقط عدد كبير من الجمهور الذي كان حاضراً بهواتفهم النقالة هذا المشهد بين راغب وابنه، وتداولوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثنيين على العلاقة الجميلة بينهما.